التواصل يستمر مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء عشاق الاصاله. هكذا نقدم الشكر وعظيم الامتنان لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على تنظيمه المستمر لجميع ميادين مدينة دبي، حيث نشكر كذلك الأجار الغائمة بالعمل والتنظيم أيضا محمد بن مع الرزي وإخوانه الكرام. نسير على بركة الله وتوفيقه مع انطلاقة شوطنا السابع اللي ضم نخبة من الإبكار ومباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، وهنا على المقدمة سراب. مرحبا يا حمد يا بالضبيب، الشامس يتقدم مع المركز الاول بينما النغلة الى المركز الثاني، وهنا الوصول من الشامخة. الشامخة تتقدم لسالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي، المركز الثالث عبد الله بن علي الرايح العليلي يقدم لنا ايضا الانطلاق من الجانب الاخر. المركز الرابع هذا بن عزيز الشريفي يقدم لنا مشاهدين الكرام ومتابعين الاعزاء في هذه اللحظات اللي هي بيان سيف بن علي بن عزيز الشريفي، واللي تقدمت ووصلت في هذه اللحظه الشاهنيه عبد الله بن صغير بن حصيبان العويسي. مرحبا يا بن صغير، ولكن عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المعركه، عوده الى الشاهنيه. محمد بن أم هنا مشاهدينا الكرام أمواج، نعم علي بن العبد بن خميس العويسي، من وين جيتنا يا أبو يمعة؟ لك حق علينا والله ما طريناك إلا في هذه اللحظة. سلام له أبو حسن، سلام 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 لذيك الرمال الذهبية في جعلان بن أبو حسن. تهانينا لأبو يمعة، تهانينا تهانينا لعلي بن العبد العويسي يا أبو يمعة، تهانينا على هذا الفوز. المركز الثاني الشامخة وصلت مشاهدينا الكرام لسالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي، والمركز الثالث وصلت بيان لسيف بن علي بن عزيز الشريفي. تهانينا تهانينا لابو يمعه علي بن العبد العويسي، توقيت زمني كم؟ عترى دقيقتين 13 ثانيه. تهانينا على هذا الفوز لمالك يا امواج، طافت مثل الامواج وانتزعت ناموسي هذا الشوط، حيث ان ما يبنى طاريها الا في الامتار الاخيره. هذه مشاهدينا الكرام تهانينا لمالكها علي بن العبد العويسي، تهانينا لجميع الفائزين.